الناس المغرمين بيكونوا حنينين ويخافوا على الشعوب. الناس المغرمين بيكونوا حنينين ويخافوا على الشعوب. الصدر بيفرقوا والقلب بيطولوا. طلبة نور مش زيك يا جميل اللي عندك نار طويل. مش زيك يا جميل اللي عندك نار طويل. وانا بقدر الامور مش اكيد الكمعزول تأهية الاصول. مش اكيد الكمعزول هي الأصول. ده أنا عندي حق أقول الناس المغرمين ما يعملوش كده. انت ليه كنت ما كنتش عايز تغني للشيخ شرف؟ ليه ما كنتش عايز تبقى تبع المدرسة الكبيرة دي؟ مش ما كنتش والله خالص، ده هي مدرسة عريقة جدا وأصيلة جدا. بس في فترة أنا لسه ما كبرتش طبعا، بس في فترة الشباب الصغير كان الوقت كان واخدنا لاتجاه معين. كنت عايز تتمرد؟ اه شوية. أما ما كنتش كاره خالص، ولا يعني بالعكس، يعني ده هي حققت لي شهرة أكبر ونجاح أكبر ووضع أكتر عن إن أكون مطرب كمان. النقلة حصلت امتى من ان انت عايز تبقى مطرب طربي عبد الحليم حافظ للعودة مرة اخرى لمدرسة شرف التمام؟ مش كتير، من 2012 اخر 12 13 لغاية 16. ايه الفروق مبدئيا اللي انت ما بين المنشد اللي هيقول طربي او هيغني طرب وان انت تقول انشاد او تقول مديح؟ المنشد ما بيتقيدش بألحان معينة ولا بأتوان معينة ولا بنوت معينة إلا إذا هو اللي أنتج ده. أما المطرب مضطر يمشي على قضيب سكة حديد، هو ملتزم بحاجات أصلا حاصلة من زمان، حتى لو هينتج حاجة مش هيقدر يخرجها برضو عن الشكل اللي هو تأسس عليه. أما المنشد مباح ليه يعمل كل شيء في الفن في سبيل إنه يبقى تابع للمدرسة الخاصة بيه، حتى هو لو مش ابن مدرسة بيبدأ يكون نفسه شخصية معينة، بيتبع أسلوب الشخصية بتاعته إنه بينتج شيء جديد يناسب مدرسته وجمهوره، بيشتغل على لون جمهوره. ما يكونش جمهوري مثلا يحب لون معين من الانشاد وروح اشتغل لطريق ثاني خالص. مثلا في فرق من وجه قبلي وبحري، انا عندي مدرستي في وسط دلتا وبحري، ما اشتغلش وجه قبلي عند بحري. ايه اللي يفرق ما بين المدرستين؟ لا، اللي يفرق حاجه كبيره جدا. يعني عندنا في وجه بحري هنا القصه النبويه الشريفه والقصه الاجتماعيه والانشاد الديني والانشاد الصوفي، حب حضره سيدنا النبي وقلبت حضره سيدنا النبي. وجه قبلي التزام قوي بابن الفارض ولغه عربيه فصحى، مفيش قصص القصائد. مفيش قصص هنا في عاميه شويه بالظبط.